الشعيبية، فيلم يطرق من خلاله يوسف بريطل باب سينما السيرة الذاتية لفنانة عصامية حملت ألوان المغرب وتراثه إلى أرقى المحافل الفنية والعالمية. ولدي هادو الناس كلهم جاي يشوفوا حصان ديالي، دوك حتى واحد ما قايل لي المقولة هادي غادي يشوفوا حصان ديالي وغيعجبهم، حياتي كلها غنبقى مرصم حيت هادشي عجبني. كيفاش لقيت الفكره باش انني ندير الفيلم شاري الطاولة على الشعبيه؟ كما قلت قبل ما نقدم الفيلم اتصلت بصديق ديالي المنتج هشام حجي قبل الفكره، اتصلنا بالابن ديالها اللي هو حسين طلال، عاودنا القصه ديال الوالده ديالو، درنا دي ريغيرش باش نقلبوا عليها. شتي فيلم في ساعه ونص، انا كشاب واول واخا تقرا الكتبه وتعرف الناس ما يمكنش تريزومي حياه ديال واحد فنانه 75 عام 40 عام عايشه غير اون اوروب في ان فيلم، فما بالو كي تهضر على المراه لا فام اللي هي شعيبه. دونك كان عندنا واحد الاختيار اننا نختاروا دي مومون من الحياه ديالها هما اللي غادي نديروهم ودرناهم، وبقى دابا يخرج ان شاء الله للجمهور باش يشوفوا. ماشي فرنسا ولا؟ نو جاسكو برازيليان. Mais Paris est un endroit à part quand on aime l'aventure. Il n'y a pas d'autre endroit pour voir Corneille à genoux devant une toile de Chaïbia. ماشي مسهل انك تقمص شخصيه حقيقيه واقعيه، ماشي ان ملي كتكون خياليه كتكون مازال كتفنن فيها كتبدع فيها، مي شخصيه حقيقيه يعني كيخصك تبحث فيها وتخدم فيها. مي الحمد لله ربي وفقني الخطوه الاولى ديالي رغم ان كانت صعوبات، لان باش نبحث على شخصيتها في السجوبات ديالها في التابلو ديالها في هذا، مي الحمد لله اننا توفقنا. يحكي الفيلم في 83 دقيقة مرحلة النضج الفني للشعيبية التي دعا سيتها من خلال لوحاتها التي جابت أروقة باريس، لندن، روما وغيرها. الفن هو الحياة، الفن هو اللوينات، الفن هو انتونا، وهذا الفن هو لدى من الشعيبية الرسامة.